هلو حبايبي، شلونكم؟ شنو اخباركم؟ صرنا فترة ما حكينا مع بعض بالعربي، بس قمت يعني اشوف شغلات بالفارسي، ايطالي، تركي، ما اعرف انجليزي. اصلا ما نشرت اي شي بالعربي، في اليوم واخيرا احكي معاكم بالعربي. وطبعا رايحة لأحلى بلد عربي، العراق الحبيب. اذا هاي اول مرة لكم على قناتي، هلو، اهلا وسهلا فيكم. انا محيا من ايران، عمري 22 سنة، حاليا اسكن تركيا. بعد شنو درست لغة الصينية بجامعة بكين، واحكي بالتسع لغات من ضمن اللغة العربية، وطبعا اللهجة الجميلة العراقية، بس في شوية سورية. يعني انا لهجتي نص سوري ونص عراقي، يعني اخربط من هاللهجتين، عشان تركيا عندي اصدقاء من العراق ومن تركيا، فعشان هيك يعني مرات اخربط، مو مرات، دائما اخربط بين اللهجات. اليوم اني طبعا احضر ملابسي عشان اسافر للعراق، كلش متحمسه، لان صار لي تقريبا 12 سنه اني ادرس اللغه العربيه ولهجتي. قبل لهجتي كان 100% عراقيه، 100%. فالناس كانوا يفكرون ان اني عراقيه، بس هسه طبعا صار شويه في لبناني وسوري، ما حلو هالقد، بس قبل الناس كانوا يفكرون اني عراقيه. حتى بايران يعني مو بس الاجانب، طبعا العرب يقولون انه انت عربيه، واقول اوكي احضر من وين، يقولوا من العراق، اقول لا. من الخليج، اقول لا. يعني ما يقدرون يفهمون انا من ايران، الحمد لله. انه يعني انا هدفي بالحياة انه احكي كل لغة بشكل انه الناس ما يفكرون انه انا ايرانية، يعني هاي هدفي بالحياة. فاي حتى بايران الايرانيين، عشان انا استايلي يعني استايل الحجاب وهاي مو ايراني، فالايرانيين حتى ما يصدقون انه انا مو عربية، يعني يقولوا انت عربية، اكيد عربية، يقول لا مو عربية. حتى اهلي ما يحكون عربي، بس انا واختي نحكي. انتوا العرب قولوا لي انه لهجتي يبين، يعني من لهجتي يبين انه انا مو عربية او لا، اريد اعرف. اي فصار لي 10 سنوات ادرس عربي، واني وصغيرة دائما يقول انه انت عراقية، انت عراقية. فاني ابد 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 ما كنت يعني ابد ما رايحه للعراق، وما عندي اي فكره عن العراق. بس بايران عندنا هواي عراقيين، واني صادقت مع بنات عراقيات، وعشان هيك تعلمت، يعني هيك تعلمت اللهجه. عشان هيك كلش متحمسه اني اروح اشوف العراق، يعني عندي فضول انه اشوف شلون هالبلد، انه دائما يعني صديقاتي كانوا يحكون اي عراق هيك، عراق هيك. فا اي هاي يعني كان حلمي انه اسافر للعراق. وقاربنا كل سنة يسافرون للعراق، بس احنا مع الأسف ما صار عندنا فرصة وقسمة انه نسافر للعراق. بس هالسنة اخيرا وصلت حلمي انه اسافر للعراق، وهاخذكم معايا، هعمل فلوج، وهالفيديو يعني هالفلوج هورجيكم بغداد وكاظمية. اي خليكم معايا، هعمل فلوجين، بغداد وكاظمية، وفلوج ثاني ما اعرف، اعمل كردستان، عشان انا هسافر لكردستان، هعمل لكم بلوج من كردستان. كلش فرحانة، خليكم معايا واعملوني سبسكرايب على قناتي اذا ما مسوين، اعملولي لايك، ويلا خلينا نبدي السفرة. To Iraq! Yay! I'm so excited! I can't believe I'm going to Iraq. Let's go! Hello, shalomkom, shalom akhbarkom. Hi, awal yom, edna, kadmiye. Wa kullish mithamsa. Na shuf al Iraq al habib. Wa warjikom kol shi. طبعا هذا اول فلوج عربي بالنسبه لي، وما اعرف اذا عندي متابعين عرب او لا، بس هذا اول فلوج. يلا خلينا نروح. انا
شديدكم. الله يقبل منكم. من وين؟ من إيران. يلا خلينا نجرب أكل عراقي لأول مرة. حمص. طعمه شوية غريبة. ما أعرف. يختلف عن الحمص اللي يعني ما جربته. يلا خلينا نجرب اللبن وخيار. أنا عنا هالشي بإيران كمان. كلش حامض كلش حامض ما توقعت. هذا ما اعرف شنو اسمه بس اتذكر ام صديقتي كان مسويتها. هذا هنجرب. هاي طيبة. يلا هنجرب هذا. عنا هذا بإيران كمان هاي الطرشي. هنجرب شلون. حلو حامض. خلينا نجرب هالسلطة. هذا السلطة طبعا عنا بإيران تركيا يعني دول يعني عادي يعني. طيب بعد زهرة انت شنو رايك؟ حبيت. انا اكثر شيء عجبني هذا الطرشي كل هذا اللي ما اعرف شنو اسمه هذا بس هذا اللبن وخيار ما عجبني والحمص شوية غريبة حسيته. اي هاي هي. اني طلبت قيمة عشان فد مرة بإيران صديقتي العراقية عملتني قيمة و كلش كلش عجبني. فاليوم هأجرب قيمة عراقية. بسم الله. كلش طيبة. أموت على قيمة العراقية. طبعا احنا بإيران عنا قيمة قيمة نسميه بالفارسي بس نفس الشيء بالضبط بس ما أعرف ليش يعني أنا برأيي القيمة العراقية أطيب بس طبعا نفس الشيء يعني نفس الفكرة. وهنا عنا الرز عراقي. خلنا نجرب شلون الرز. عادي الرز. احنا هسه بشارع المتنبي جايين نشوف شكو ماكو. حلوة ونظيفة ومرتبة. اريد اجيب كتاب عربي عشان يعني بتركيا او بإيران ما في كتب حلوة بالعربي فحنشوف. هلا حبايبي شلونكم شلون اخباركم؟ شكو ماكو. اريد اقول لكم الشغلات اللي سويناها بهالايام. وانا احط الكاميرا ما اعرف والله. خلي احط هنا. يلا حلو. هنا هسه بالكرادة قاعدين نتونس. احنا بارح وصلنا قعدنا بالكاظمية واليوم اجينا لبغداد.
طبعا امبارح بس رحنا زيارة الأئمة وأكلنا بس هاي هي ما عملنا فد شيء. اليوم طلعنا على أساس نروح للمتحف العراقي ومتحف البغدادي بس ما قدرنا عشان يعني كانوا مسدودين فعشان هيك يعني ما صار فرصة مع الأسف إنه نشوف المتحف. وراح رحنا للمدرسة المستنصرية هماتي أنا ما قدرنا ندخل عشان كان كلش غالي. للعراقيين 3000، للأجانب 25000 دينار عراقي يعني غالي. احنا مو احنا عراقيين، احنا مو اجانب، شنو احنا مو عراق، مو احنا عراقيين، مو نحكي عراقي، ليش لازم ندفع هالقد يعني. فما دخلنا مع الاسف، رحنا للشارع المتنبي. صراحة ما اعرف يعني انا عبالي شارع المتنبي بعد احلى، بس شان اكو يعني كم محل يعني مال بيع الكتب وهاي، بس صديقتي قالت انه لا بالليل احلى شارع المتنبي بالليل في اجواء وهاي. فهسه هنرجع يعني انا هسه بالكرادة يم القاعدة يم الدجلة وجو حلو وشوفوا كله خضار حلو. بس بعد شوية هنطلع نرجع للمتنبي حتى انا اشوف صديقاتي، عندي صديقات من العراق. بعد 7 سنوات ايه اشوفهم، يعني لما كانوا عمره 15 سنة كانوا مع بعض، كنا مع بعض، كنا زملاء. هسه هنشوف بعض، كلش 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 هواي متحمس اشوفهم. وهنروح لشارع المتنبي. عندي سؤال، انا سامعة ان كرادة بعد احلى منطقة بالبغداد مو صح؟ يعني ارغى واحلى منطقة، قولوا لي بالكومنت اذا هالشي صح او لا. يلا هنروح، باي باي. هلا شلونكم؟ احنا حس بالشارع المتنبي حلوة وفي اجواء رمضان حلو، عجبني صراحة. انا الصبح اجينا هون بس كان في كتب هاي، بس هسه لا في اجواء، في ناس، في اكلات حلوة طيبة. انا طبعا جربت ال شنو بالعراق يسموه بوزة، مو بوضة بوزة نسيت والله بالعراق شلون، بس مثلجات نكهة خوخ يخبل، خراف يخبل كلش عجبني. اي حلوة العراق حلوة. يلا حبايبي انا هسه رايحة اشوف صديقاتي العراقيات، كلش متحمسة تا انتظرهن. هلو، احنا بارحة رجعنا من شارع المتنبي، قلت لكم انه اروح اشوف صديقاتي العراقيات هناك. الشيء اللي عجبني بشارع المتنبي انه من دخلنا المنطقة شنو اسم والله نسيت، شرق ما اعرف ما هاي اكتب لكم اياها هنا عشان نسيت، كان جو عائلي يعني ما كانوا يخلون شباب وهيك يدخلون بس عائلات، هاي يعني شيء كلش حلوة عجبني. وبعدين اجواء حلوة، اجواء رمضان، احنا ما عندنا هالشيء في ايران، يعني احنا في ايران اجواء رمضان صفر، كل شيء ما عندنا، ما عندنا فعاليات، ما عندنا يعني ما عندنا قعدة لحد الصبح هناك، يعني كل المطاعم وهاي مفتوحة لحد الصبح، بس في ايران لا، عندنا اجواء رمضان مثلا في مهرجانات هيك بس مو مثل هون. في افطار جماعي هناك، شفنا في افطار جماعي بالشارع كلش حلو.